يعقد الاجتماع السادس اللجنة الروسية السعودية الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي اليوم برئاسة وزير الطاقة في الاتحاد الروسي الاسكندر نوفاك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة خالد الفالح ويناقش الجانبان القضايا الرئيسية للتعاون التجاري والاقتصادي الروسي السعودي ما في ذلك تحسين الإطار التنظيمي وتطوير التفاعل في مجال التمويل والاستثمار والمشاريع المشتركة في مجال الطاقة والصناعة والزراعة حيث تم عقد الاجتماع الأخير الخامس اللجنة الحكومية الروسية السعودية في اثنين نوفمبر من العام 2017 في مدينة الرياض